ضيف اليوم هو فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي أو سلطان التلاوة رضي الله عنه وأرضاه. أولاً ماذا تقول عنه فضل الدكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه عليه الصلاة والسلام. الشيخ الطبلاوي رحمه الله تعالى، أمين يا رب، ولد في تلا من أعمال المنوفية 1934، يبقى إذن على أيام الثورة لما قامت 52 كان عنده 18 سنة. عرفنا بقى إيه يعني هو عاش فين، عاش الأجواء السياسي والاجتماعي اللي كان فيه. أبوه عايزه يبقى قارئ قرآن بأي طريقة، وكان الشيخ أكبر الولاد، أكبر الولاد سنا. في الوقت ده طريقة التربية الشايعة إنه أكبر الولاد سنا هو المسؤول عن تصرفات إخواته. بالظبط. يعني مش لا تزر وزرة وزر أخرى، لا تزر وزرة وزر أخرى، ده عند الحق سبحانه وتعالى. هنا سيئة عم. لكن في التربية المنزلية القروية الكبير علشان يخلي اخواته يحترموا يبقى لازم نحاسبه. واد عمل حاجه من الصغيرين قوم يضرب الكبير اللي هو مش عارف هو الصغير ده عمل ايه وليه وانا مالي. مظبوط. فلما يجي الولد من دول يعمل غلط قوم الكبير يمنعه ويقهره ويسكته، فيقول انت مالك، الا انت بتتدخل، ده انت اخويا فانت مالك انت، يقول له لا ما انا اللي بتضرب. فيبقى ليه مبرر شرعي ان هو يكون الكبير بتاعه. نشأ الشيخ الطبلاوي رحمه الله في هذا الجو، والاب كان شديد عليه في قضية حفظ القرآن، فكان يراقبه ولما يجي من الكتاب يسمع له ولما يروح الكتاب يروح معاه وهكذا. كان الله يرحمه بقى اللي علمه القرآن الشيخ غنيم الزاوي. غنيم الزاوي برضه كان شديدا عليه. فطلع الشيخ الطبلاوي وهو جاد في التعامل مع القرآن. وبدأ في النزول إلى مصر. الانبهار برفعت طبعا، محمد رفعت ومحمد الصيفي والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي والشيخ مصطفى اسماعيل وهكذا. بدايته بقى جت ازاي؟ جت مع ام عمدة ميت عقبة. ميت عقبة اللي هي دلوقتي بقت جزء من القاهرة الكبرى ومن الجيزة. كانت قرية مستقلة وليها عمدة. فام العمدة مات، مين بقى اللي بينزل ويستدعى فيها؟ غنيم الزاوي اللي هو شيخه. خد الولد معه اللي هو سيدنا الطبلاوي. الشيخ محمد الطبلاوي وصغير. الناس أعجبت بيه غاية الإعجاب، وطبعا غنيم الزاوي عارف الكفاءة دي ولذلك بيصاحبه علشان يشيل الليلة معاه، وكمان علشان يبدأ يتعرف على هذه الأجواء وكذا إلى آخر. ابتدى ينتقل بقى من تلا إلى القاهرة لما تمكن في إحياء الليلة والتانية والتالتة والرابعة، وابتدى يشيع ذكره في هذا المجال. الشيخ الطبلاوي رحمه الله تعالى راح يقدم في الإذاعة. يعني بقى المرحلة بقى المهمة بقى، المرحلة المهمة اللي بتنقله من دائرة إلى دائرة أخرى. اللجنة استمعت إليه واتبسطت وكل حاجة، بس قالت له أنت ليك سنة عشان إحنا عايزينك تتدرب على المقامات. طب ليه مش 6 شهور زي باقي المشايخ كانوا بيبقوا 6 شهور؟ لا، ما هو أغلبهم كان سنة. 6 شهور وارد، لكن أغلبهم سنة وبعضهم أقروا على طول. مظبوط. وفي بقى اللجنة راحت له يعني، وفي اللجنة 17 سنة يعني. المنشاوي بقى بالظبط. أيوة حبيب مولانا يعني. وصديق المنشاوي أبوه برضه اللجنة. أيوة. راحت له. فالشيخ الطبلاوي راح قعد السنة
وراح يدرس شوية المقامات ويظبطه ازاي ويعمله ازاي وكذا الى اخره، وراح يمتحن تاني. قالوا بس سنة كمان ان شاء الله. نهار ابيض، ماشي 7 سنين يا استاذ. هو قدم سنة 60 للإذاعة، قعد لغاية 67 وهم في كل سنة يدوله سنة. ده مستقصدينه بقى كده، واخد بالك؟ ملهاش تفسير. فقال لك خلاص يبقى هم مش عايزين العبارة دي. مش عايزين. وراح ايه تارك المروحة. فالإذاعة عندها اللي حاصل انه في فلان اتقدم وكذا الى اخره، فده بمعاد بعد سنة. بعتوا له جواب. قالوا له يا اخينا انت ما جيتش. ما ردش على الجواب. السنة اللي بعدها قالوا له يا اخينا انت ما جيتش، ده احنا مستنيين. ما ردش على الجواب. السنة اللي بعدها فقال الله. قابله واحد كان اسمه الاستاذ حافظ يشتغل في اللجنة دي. قال له يا شيخ ده احنا ده بعتنا لك وانت مش بتيجي، ما فيش. قال اعمل ايه اذا كنت انتم مصممين على ان انا ما ينفعش. 7 سنين كل سنه تقولوا لي حاجه جديده. فانتوا يمكن انا مش عاجبكم ولا حاجه. قال له لا، في مدارس في قبول الحكايه. الاولاد الناس الاساتذه الكبار اللي هم في المدرسه دي خلاص راحوا، ما بقوش في اللجنه، واللجنه بقى فيها دلوقتي علماء كويسين. تعال جرب معاهم ونشوف ايه الحكايه.